مغامرات 15 صبيا، حكاية من التراث الفرنسي. موجة عالية، اربط حبلا حول جسمك يا دونفن. راعي اسكت، انت لست القبطان، لذلك لن اطيع اوامرك. المركب خال من القبطان وطاقم الملاحين، وقد غادر منذ أسبوعين ميناء أوكلاند في نيوزيلندا وعلى ظهره 15 صبيا، وواصل طريقه نحو الشرق تتقاذفه أعاصير جنوب المحيط الهادئ. لماذا لا يوجد أي شخص بالغ على ظهر المركب؟ بدأت القصة منذ أسبوعين. عزم براين والأربعة عشر صبيا على الذهاب في رحلة لجزر في جنوب المحيط الهادئ. بينما كان القبطان وطاقم الملاحين يلهون في المقهى، ولسبب ما انحلت سلسلة المرساة وانجرف المركب بعيدا عن الميناء. في ذلك الوقت ولسوء حظهم حدثت عاصفة كبيرة في المحيط الهادئ. أدرك القبطان وطاقم الملاحين بأن المركب قد فقد، وأرسلوا فورا العديد من المراكب للبحث عنه، ولكن آباء وأمهات الأولاد ظنوا بأن المركب قد تحطم وهم على متنه في العاصفة التي حدثت الليلة الماضية، فتألموا وحزنوا كثيرا، ولكن الأولاد كانوا بخير. إن الريح تخف، العاصفة تهدأ، انظروا إلى هناك. الحمد لله، سوف ننجو، سوف ننجو. اليابسة، لقد وصلنا اليابسة. هل أنت متأكد؟ نعم، إنها اليابسة. اليابسة بالقبطان. لقد نجونا. أي مكان هذا؟ أين نحن الآن؟ دعني أفكر، أظن بأن هذا هو الجزء الرئيسي لأستراليا. إذن لقد نجونا، أليس كذلك؟ هذا صحيح، ليس هناك ما يقلقنا. من المبكر أن تشعروا بالأمان. المركب يتجه نحو الشرق، ربما ذلك جزء من أفريقيا أو جزيرة مجاورة. هل تقول لي بأني مخطئ؟ لا تبالغ بالكلام، أنت تعلم بأني أشطر منك في المدرسة. نعم. شعاب صخرية، أبقى المركب بالشعاب الصخرية. المركب سوف نغرق. انتظر يا دونفن، حتى لو أخرجت المركب فسوف يغرق في مثل هذه الأمواج. سوف يغرق المركب ونحن أيضا سوف نغرق، ألا تفهم هذا؟ اهدأ يا دونفن. إذا أردنا الخروج من المركب علينا أن نخرج الصغار أولا، أفهمت؟ بما أن هذا المركب على شعاب صخرية فإنه لن يغرق. اهدأ، دعنا نفكر كيف نصل إلى اليابسة. المعجزة، براين والأولاد الخمسة عشر وصلوا إلى اليابسة بأمان. لا يوجد أحد هنا. إذا كان أحد يسكن هنا فإنه حتما سيلاحظ المركب. جزيرة مهجورة، لا أستطيع أن أقول شيئا حتى أتأكد. انظروا، يوجد الكثير من هذا. هناك المزيد أيضا. وجود المحار بهذه الكمية أمر غريب. هذا يعني أن لا أحد يعيش هنا، إنها جزيرة مهجورة. أجل، ما رأيكم الآن أن نوقد نارا ونأكل من هذا المحار في الوقت الحاضر؟ ها؟ حسنا، هيا نوافقون. هيا هيا هيا، أحسنتم. الكبريت قد ابتل، لن يشتعل. مشكلة، ما
أوكو، إنها غلطته. كان عليك أن تكون أكثر حذراً. نعم. هاي، ليس من العدل أن تلومه، لكن لدي فكرة جيدة. هل سيمكن؟ هل ستشعل النار بهذه الطريقة؟ لا يمكن طبعا. ربما ينجح. هيا يا عزيزتي، لن ينجح. لننتظر ونرى. هيا يا براين، لقد استعان جون. شكرا لك يا براين. عفوا. ما الأمر يا جاك؟ تحس بألم؟ لماذا لا تأكل؟ يجب أن تأكل لتتحسن صحتك. هيا. في الليل أحضروا معدات المخيم وقرروا أن يخيموا. حسنا، سوف نستكشف الجزيرة غدا ونتأكد إن كان بها أحد. ماما. مسكين يتكلم في نومه. أيها المسكين، لم يتوقع دول بأن الإجازة الصيفية ستكون كهذه. كل هذا بسبب ارتخاء سلسلة المرساة ونتيجة لإهمال ذلك القبطان المهمل. نعم. لا، حسب ما قاله موكو هناك احتمال كبير بأن سلسلة المرساة قد انقطعت. حسنا، ولماذا انقطعت سلسلة المرساة؟ ها؟ لا أدري، حقا لا أدري كيف حدث ذلك. في اليوم الثاني قرر براين ودونفان استكشاف الجزيرة. أنت المسؤول أثناء غيابنا. براين، إذا شعرت بأي خطر توقف عن الاستكشاف وعد حالا، هل فهمت؟ نعم فهمت. لا تقلق، حالما نعثر على بلد سنعود إليكم. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. اتجه المستكشفون إلى قلب الجزيرة بشعور مليء بالقلق والدهشة. اسمعوا، سوف نتسلق إلى هناك. أراهن أن هناك مدينة. نعم. انظروا هذه الآثار. هناك طريق. انتظر لحظة، إنها آثار أقدام نمر. أقدام نمر؟ انظروا هناك. نعامة، إنها من أستراليا ولا شك. أرجو ذلك. إني متأكد، أراهن بأنك ترفض رأيي عمدا لأنك لا تريد أن أحصل على درجات أفضل منك في المدرسة. هيا هيا فلنتقدم. تمسك جيدا. انتبهوا. انتبهوا جيدا. إلى الشمال يابسة وبعدها المحيط، إلى الشرق يابسة وبعدها منحدر يقود إلى المحيط، وإلى الجنوب غابة ومنطقة رطبة تقود إلى المحيط. لا أرى أثرا لإنسان أبدا. أنت على حق، نحن في جزيرة محاطة بالمياه من جميع الجهات. في ورطة. يجبنا نعود إلى الصغار. نعم نبحث. انظر إلى هناك. يا إلهي، إنه كوخ. نعم إنه كوخ. شخص ما هنا، شخص ما يعيش على هذه الجزيرة. إذن هذه الجزيرة ليست معزولة. هل هنا أحد؟ شخص ما هنا، هل يوجد أحد؟ فلنبحث عنه في الجزيرة. هيا هيا بنا. كف، إنه كف يا دونفان، تعال إلى هنا. يا إلهي، نعم انظروا. ترى من الذي يعيش في هذا الكهف؟ هل هو إنسان أم حيوان؟ انتظر يا دونفان. ماذا تفعل يا إبراهيم؟ ماذا تفعل؟ إنه مصباح، دعنا نشعل. الآن هيا لندخل. هيا
انتبه انتبه. انظروا الزوجة صحيح هنا. هذا كتاب فرانسوا بوردن 1807. ذلك إذا قبل 53 سنة. شيء غريب فعلا. إنها مذكرة. انظروا. ما هذه؟ إنها خريطة. إذا فقد كان هنا شخص آخر. هل نرى ما هناك؟ ما الأمر؟ ما الأمر؟ من يكون هذا يا ترى؟ يا إلهي لابد أنه فرانسوا بوردن. نفس الشخص. في عام 1807 انجرف فرانسوا بوردن وحده إلى هذه الجزيرة وعاش عليها سنين عديدة آملا بأن أحدا ما سينقذه، ومات دون أن يتحقق له هذا الأمل. يبدو أن موت بوردن فأل سيء يتنبأ بمصير 15 صبيا الذين انجرفوا إلى هنا أيضا. هيا يا دونفن هيا. نحن نختلف عن بوردن، سنعود إلى بيوتنا. نحن الكبار يجب علينا أن نساعد الصغار، ولا تنسى بأنهم يعتمدون علينا. حقا لقد فهمت. إذا لننتقل إلى الكهف الذي عثرتم عليه، ما رأيكم؟ نعم، من الأفضل أن نسرع إذا، لأن الجزيرة أبرد من قبل. يجب أن نسرع ونستعد لذلك. حسنا دعنا نستعد لذلك الآن. أنا لا أوافق. لا نستطيع أن نعيش على هذه الجزيرة في الشتاء، لأننا سنتجمد أو نموت جوعا. من الأفضل أن نصنع مركبا قبل قدوم الشتاء، هذا مهم. ولكن ليس لدينا الأدوات اللازمة لصنع المركب. حسنا، حتى إذا صنعنا مركبا فنحن لا نعلم في أي اتجاه تقع نيوزيلندا، ولا ندري أين نحن، أليس كذلك يا نوفن؟ أنتم لا توافقون. طالما أنهم لا يعلمون شيئا عن موقع الجزيرة فقد كان من الخطر أن يحاولوا الذهاب بواسطة مركب، لذا قرر براين والآخرون البقاء على الجزيرة مع أنهم لا يعلمون متى سينقذون. ربما بعد سنة أو 5 سنوات أو 10 سنوات، لا أحد يدري. بعد انتهائهم من تجهيزات النقل عبروا النهر وذهبوا إلى الكهف الذي كان ملائماً لقضاء فصل الشتاء. حسناً لنذهب ونلقي نظرة على بيتنا الجديد. هيا يا جاك لنذهب. هيا. من حسن حظ الأولاد كان على متن المركب آلات وبنادق وبارود ووقود. لو استعملوا كل هذه الأشياء كما ينبغي فإنهم ربما يستطيعون البقاء على هذه الجزيرة فترة أطول، ولكن عليهم أولا أن يتحملوا فصل الشتاء القارس. شهية طيبة يا جوردن. الآن يجب علينا أن نجمع بعض الطعام. مستعدون.
لقد نفد الوقود، إنها مشكلة. ماذا سنفعل يا ترى الآن؟ أنا سأحضر الوقود الآن. ها؟ أطلق النار! رائحة. أظن أنه لدينا ما يكفينا الآن من الوقود، دعنا نملح الطعام. ما قصدنا شيئا؟ نجاحنا وقع شيئا في الفخ. إنها غزالة، سوف أطلق النار عليها حالا. لا، نستفيد من حليبها، أرجوك لا تحاول قتلها. فلنستفر من لحمها الآن. نعم، ما رأيكم؟ ها؟ أنا أفضل الحليب. لا تقتلها، لا لا تفعل. أنا موافق. حسناً، إذن لقد اتفقنا. افعلوا ما تشاءون. أيها الأصدقاء، أظن بأن الوقت قد حان لانتخاب من يقود المجموعة، وهكذا سوف نعمل بشكل أكثر تنظيما. ما رأيكم بهذا الاقتراح؟ أنا موافق، وسأنتخب دونفال لأنه الأفضل. يحيى دونفال. هل هناك من يعارض؟ من الأفضل أن يكون جوردن لأنه الأكبر سنا والأهدأ. أنا موافق، أعتقد ذلك. ما رأيكم؟ ما رأيك؟ جوردن. حسنا، فلننقسم إلى مجموعتين ولنقرر الأمر سويا. ما رأيك يا جوردن؟ هذا أفضل. هيا. حسنا، فلنصوت الآن جميعا. هيا تعالوا. أنا أريد جوردن. أنا أريد جوردن. أريد أنا أريد جوردن. جوردن هو القائد. وأقبل فصل الشتاء القاسي. حسب أوامر جوردن، أخذ الأولاد يدرسون كل يوم ويقومون بوظائفهم المقررة بانتظار قدوم فصل الربيع. وأخيرا أقبل فصل الربيع المنتظر. جاك؟ جاك، ما هي مشكلتك؟ تستطيع أن تخبر أخاك. هيا يا جاك، إذا أخبرتني بمشكلتك فسوف نعالجها معا. هيا تكلم، قل أي شيء. لقد قمت بعمل رهيب رهيب. ماذا تقول؟ ماذا؟ أخبرني، ماذا فعلت؟ لقد فتحت سلسلة المرسات. أنا السبب. ماذا؟ أنت الذي فتحت سلسلة المركب؟ لماذا؟ نعم يا براين، كنت ألهو بها وفككت السلسلة وعدت حيث نمت. صدقني لم أكن أتوقع أبدا بأنه سيسبب كل هذه المتاعب. سامحني أرجوك، أنا آسف، آسف جدا، لا أعرف كيف أتصرف. جاك، لماذا فعلت ذلك يا جاك؟ قلت لك آسف يا براين، ولكن ترى كيف سيتصرف الجميع بعد أن يعلموا بما فعلت. أظن بأنهم سيغضبون كثيرا ويضربوني أو يطردونني، سوف يخاصمونني، أليس كذلك؟ أنا أعرف أعرف أعرف. موكو براين، من الأفضل ألا يعلم أحد عن هذه القصة. وأخبر جاك بأنني سمحته ولن أخاصمه أبدا. هيا بنا، هيا. موكو، هل سمعت يا جاك؟ موكو على حق، لا فائدة من أن يعرف الآن، ولكن بدلا من ذلك عليك أن تعوض عما فعلت. حتى لو لم يسامحوك يجب عليك أن تصلي لليوم الذي يسامحونك فيه، وعندئذ ستعرف. بخير؟ اعتني بي.
لي يا جاك. حاضر. هل أنت بخير يا براين؟ أنت طائش يا براين، كيف تواجه الوحش دون سلاح؟ من حسن حظك لم تصب بأذى، يجب أن تكون حذرا. جوردن أرجوك لا توبخ براين وجاك، لأني مدين لهما بحياتي. أعلم ذلك، ولكن لو كنا أقل حظا لأصيب الاثنان بأذى، وهذا لا يجوز. لا تبالغ. لا بأس يا دول، ولكن اسمعوا، من الآن فصاعدا أمنع التجوال الانفرادي، وعندما تذهبون للعمل في الغابة يجب أن يكون بصحبتكم شخص مسلح. حاضر. إذن ماذا عن فرقة استكشاف الشاطئ الشرقي؟ لو ذهبنا إلى هناك سوف نرى جزيرة أو ما يشبه ذلك. لقد ألغيت الفكرة. انتظر لحظة، هل تسمح لي ولجاك بالذهاب إلى تلك الرحلة؟ ماذا لو هاجمتكم الوحوش يا براين؟ سنكون بخير، سنأخذ معنا سلاحا، حتى إذا عبرنا البحيرة فلن يبقى الكثير للمشي، ما رأيك؟ أترك المجدفة لي، فهذا يناسبني تماما. سأذهب معكم. لا يا دونفن، المركب يتحمل 3 أشخاص فقط. حسنا، سنكلف براين بهذا. بعد بضعة أيام غادرت فرقة الاستكشاف. شيء ما يلمع. دعني أرى. لا أرى شيئا. حاول يا جاك، انظر جيدا وتأكد. هيا. نعم أنا متأكد من أني رأيت شيئا. لقد وصل، لقد عاد. أهلا بك يا براين. إني مشغول بعودتكم سالمين. هوبا. هل أنت بخير؟ هل عثرت على شيء؟ كلا لم نعثر على شيء. لو كنت قد ذهبت معكم لأحضرت شيئا مفيدا، أنا متأكد. وهكذا مضى العام سريعا وانتهى الصيف واستقبل الأولاد خريفا آخر. بعد أن قام جوردن بمهمة القائد لمدة سنة، قاموا بانتخاب آخر ليختاروا واحدا آخر يقود المجموعة. حسنا، سأعلن النتيجة. 10 أصوات لبراين، 4 أصوات لدونيفان، وصوت واحد لي. إذن أعلن عن فوز قائدنا الجديد براين. هنئوه يا أصدقاء. شكرا لكم. لماذا لا ينتخبونني؟ حل الشتاء وتجمدت البحيرة، فقفز الأولاد على الجليد. هاي دونيفون، من الخطر أن تذهب بعيدا. عد يا دونيفون. غضب كل من دونفان وكروس لفشلهم في الانتخابات، وتمردوا ضد براين وتجاهلوا جميع نصائحه، ولهذا السبب تاه دونفان وصديقه بين الضباب ولم يعثرا على طريق العودة. دونيفان! دونيفان! كروس! سنذهب ونبحث عنهما، هيا. سأذهب أنا يا براين، أرجوك دعني أذهب. مستحيل، فجاك أيضا لن يستطيع العودة، هذا مستحيل يا براين. سنسمح لجاك بالذهاب هذه المرة يا جوردن. هذه فكرة سخيفة جدا. انتبه يا جاك. حاضر، مع السلامة. جاك! لم تعد تفكر بهدوء يا براين. أين هم يا ترى؟ أرجو أن لا يصيبه أذى. ترى أين جاك؟ تأخروا. لقد وصلا. أين جاك؟ ألم تقابل جاك؟ لا لم نقابل. أي شخص أنت؟ جوردن، لدي فكرة جيدة. ماذا؟ أظن بأن صوت هذا المدفع عال وسيسمع من مسافات بعيدة. لا، فكرة جيدة. لا أحد. لا
شيء. يا إلهي. إنه جاك، إنه جاك. الدب يلحق به. أطلقوا عليه، أطلقوا عليه. هيا بسرعة. الحمد لله جاك براين. الحمد لله. وأقبل فصل الربيع الثاني على الجزيرة. أتساءل ما الذي كان يلمع؟ أظن بأن الثلج كان يلمع على قمة جبل في جزيرة مجاورة. هل هناك طريقة للتأكد من ذلك؟ طريقة واحدة. ها ما هي؟ سأصنع طائرة ورقية كبيرة. ها؟ أثبت عليها زورقا يركب فيه واحد منا وتطير إلى الأعلى. لو حلفنا الحظ سنعثر على الجزيرة. لقد قررنا أن نترك الكهف يا براين ولن نعود إليه. ماذا؟ لا نرضى أن تقود مجموعتنا، لست جديرا بذلك. ماذا تعني بذلك؟ لماذا لا تقول الحقيقة؟ تكلم، ماذا تريد؟ نحن غير راضين عن جميع الأمور. لقد سئمنا من هذا المكان. انتظر. انتظر يا دونيفان، من الأسلم أن نعيش كمجموعة واحدة، والعثور على الطعام سهل. أرجوك أن تبقى، أرجوك. أبدا، قررنا ولن نتراجع. أرجوك. لا نستطيع منعه، دعهم يذهبون. لا شك أن هناك عاصفة قادمة نحونا. يا إلهي، أين هم الآن يا ترى؟ دونيفان. ها؟ نعم. هيا دونيفان. دونيفان. ترى من هي هذه السيدة التي حضرت إلى الكهف فجأة؟ وبأي مركب وصلت إلى هذه الجزيرة؟ أين أنا؟ أنت على جزيرة مهجورة، لقد عشنا هنا أكثر من سنتين. من أنت يا سيدتي؟ أرجوك. ماذا؟ هل أتيت بسفينة؟ تكلمي أرجوك. أين الآخرون؟ أين القبطان وطاقم الملاحين؟ حسناً حسناً. جاك أحضر شراباً بسرعة. حاضر، تفضل. شكراً. برعاية براين والأولاد الآخرين استعادت السيدة الغامضة حيويتها وروت عليهم قصتها. اسمها كيت، وعملت كخادمة عند عائلة مشهورة وغنية. ولكن قبل شهر كانت كيت على سفينة ترافق سيدها وزوجته. غادروا ميناء سان فرانسيسكو في طريقهم إلى تشيلي، وفجأة تمرد البحار الشرير والستون وستة من مرافقيه، فقتلوا القبطان وطاقم الملاحين والسيد وزوجته. وجاء دور كيت وإيفانز، ولكن كان بين عمال السفينة بحار طيب منعهم، واقترح على والستون بأن لا يتسرع في قتل كيت وإيفانز، لأن كيت تستطيع أن تساعدهم في تحضير الطعام، وإيفانز لكونه ملاحا بإمكانه أن يقود السفينة إلى أفريقيا. وافق والستون على رأي البحار وقرر عدم قتلهما، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يتخلى عن كيت والبحار. وفجأة هب حريق من مصدر مجهول في السفينة، فهربت كيت مع الملاح على متن قارب النجاة، وانجرفوا لعدة أيام إلى أن فاجأتهم العاصفة. وقبل أن يتحطم المركب قذفت بهم الأمواج على شاطئ الجزيرة المهجورة. وهكذا هربت منهم. هل تعتقدين بأنهم سيقتلوننا ويأخذون ما عندنا من طعام؟ أجل يا إلهي، دونفن وأصدقائه على الشاطئ الشرقي. إنه البحر، أستطيع أن أرى البحر. هيا. ما بك يا دونفن؟ إنه البحر، لقد نجونا. انتظر يا كروس، انتظر. الرجل المقبوض عليه ملاح، وربما كان هؤلاء قراصنة. انظر.
فلنعد، يجب أن نعود ونعلم براين بهذا، هيا بسرعة. في ذلك الوقت كان براين وحده يفتش عن دونفان وأصدقائه. براين بإحساسه القوي بالمسؤولية لم يثق بأحد ليقوم بهذه المهمة. اسمعوا، الخروج ممنوع بعد اليوم، وإياكم واستخدام البنادق. لو سمعوا أصوات البنادق سيعرفون مكاننا. موكو، أشعل النار نهارا فقط حتى لا يعرفوا مكاننا. أمرك يا سيدي، أمرك. ها، هناك نار مخيم. هل هو دونفان وأصدقائه أم ولستون وعصابته؟ لا، ولكن أنت جرحت، أليس كذلك يا براين؟ ها؟ لا، جرح بسيط، لا تخف. براين، لماذا أنقذتني؟ قل لي لماذا أنقذتني؟ لماذا؟ ألسنا متخاصمين؟ ماذا تقول؟ مساعدة الصديق أمر طبيعي. تقول صديق؟ نعم صديق، أظنك كنت ستفعل مثلي لو كنت في مكاني. براين، أنا آسف، إنني أستحق الكراهية، أنا آسف، سامحني. لا بأس، لا بأس. إنك طيب براين، سامحني، أنا كنت مخطئا معك، نعم كنت مخطئا. لا بأس. هيا هيا فلنذهب، هيا يا دوفن. هيا بنا. وهكذا براين والأولاد تحدوا برباط الصداقة والوفاء، ودعوا الله ألا يعثر عليهم ولستون وعصابته، وأمضوا أيامهم مختبئين. ومضت 10 أيام، ومضى بعدها 20 يوما، ثم مضى شهر كامل ولم يظهر ولستون وعصابته. افترض أنهم أصلحوا سفينتهم وغادروا الجزيرة، ماذا تقول؟ ها؟ هل نرسل أحدا منا للتأكد؟ كلا، هذا خطأ، ماذا لو عثروا عليهم؟ إذا ماذا سنفعل؟ لن نستطيع جمع الطعام لفصل الشتاء؟ نعم، هناك طريقة واحدة. الطائرة؟ نعم، نعم، نستطيع أن نحلق بها ونرى الجزيرة. ولكن سوف يرونها يا براين، سيرونها. لن يكون التحليق في النهار، سنحلق بالليل، وبذلك لن يرونا، ما رأيكم؟ خطة رائعة، فلننفذها. إنها جاهزة الآن فعلا. من الذي سيركبها؟ أنا الذي سأركبه. اتجاه الريح مناسب جدا. نعم، هيا ابدأوا بتجهيزها. حسنا، استعدوا. هيا استعدوا، نحن جاهزون. تعاونوا على سحب الحبل، هيا بسرعة تعاونوا. هيا هيا اسحبوا بسرعة. انتبه لنفسك يا براين. ارخوا الحبال، هيا. حسنا. تمسك جيدا يا براين، لقد نجحت.
يزالون على الجزيرة. يا إلهي، إنه بركان، هناك تحرك بركاني بالقرب منه جزيرة. نعم، إنها الإشارة، أنزل الطائرة. هذا هو المكان الذي أشعل فيه والستون وعصابته النار، أراهن بأنهم يبحثون عنا. إذن سيأتون إلى هنا. إذن يجب أن نجد مكانا مناسبا للمراقبة، أليس كذلك؟ هنا وهنا. هيا هيا ارفع ارفع. حسنا. لا نعلم أين يختبئون، فعلينا أن نحترس جيدا. انظر إلى ذلك، لقد أصيب بطلقة نارية وركض إلى هنا ومات. لا تزال الجثة دافئة. هذا يعني أن والستون والعصابة لا يزالون هنا. هيا لنختبئ في الكهف بسرعة. هيا هيا. نظف هذه البندقية. اسكت. هم قادمون. إنهم خادمون. استعد، هذا هو الشرير، انظروا. انتظر، إنه إيفنز. إيفنز إلى هنا. أوه كيت، أنت على قيد الحياة. نعم، لقد أنقذني هؤلاء الأولاد. إذن أنتم الذين صنعتم الطائرة الكبيرة. في اليوم التالي عثر والستون وعصابته على بقايا الطائرة وتأكدوا من وجود شخص ما في الناحية الثانية من البحيرة، ثم هرب إيفنز وطارده والستون وعصابته واكتشفوا كهف براين وأصحابه. يفكر والستون، بما أن لديكم المعدات فإنكم سوف تستطيعون إصلاح المركب وبه ستغادرون، أتفهمون ذلك؟ إلى أين سيذهبون يا ترى؟ هي جزيرة مهجورة في المحيط الهادئ. تقصدون أنكم لا تعلمون؟ المسافة قصيرة جدا. قصيرة جدا؟ المسافة تستغرق 16 ساعة. هل يعرفون مكاننا يا ترى؟ إنهم لا يعلمون بوجودي هنا ويخططون لخداعكم. أحد ما يقترب، ربما تكون العصابة. إنه لوك وهوبس. من؟ يا إلهي، إنهم قادمون نحونا، خذوا حذركم منهم، إنهم يريدون الاستيلاء على الكهف يا أعزائي، صدقوني. ماذا سنفعل يا براين؟ انتظر. أنقذونا، نحن بحارة مركب محطم. نرجوكم أنقذونا. يا إلهي، لقد كشفوا أمرنا. هيا يا لوك، هيا لنهرب، هيا بسرعة. هيا توقف توقف، اطلق الرصاص عليه بسرعة. اقتلني، هيا، أليست لديك الشجاعة الكافية؟ اقتلني اقتلني. حسنا، أنا سأقتلك. انتظر، لقد أنقذنا هذا الرجل، أرجوك لا تقتلها، أرجوك. لا يا كيت، إنه قاتل، من الأفضل أن نتخلص منه الآن. نعم كلا، أرجوك أن تساعده. لا، سأقتله سأقتله. انتظر أرجوك، أنا المسؤول في هذا الكهف، إذن فأنا الذي أقرر الأوامر، أسمعت؟ حسنا، نشنقه أفضل. دونفان، خذ هذا الرجل إلى الحظيرة وبسرعة. هيا. أمرك. ألن تقتلني؟ لماذا تنقذ رجلا شريرا؟ لأنك إنسان، إنسان مثلنا.
أنا إنسان؟ ها؟ طوال الأسبوع التالي ولسبب ما لم يظهر ويلستون وعصابته لأخذ الكهف. هل توقفوا عن محاولة الاستيلاء على الكهف؟ ربما كانوا يصنعون قاربا للابتعاد عن الجزيرة، ولكن للتأكد براين وغوردن ودونفان وإيفانز قرروا أن يذهبوا كمجموعة. تعالوا إنها باردة. استقوا على الأرض. هيا اقتلني، إذا لم تستطع قتلي فأنا سأقتلك. خذ ابتعد، لن تنجو مني. تارك يا غوردن، سوف تقتل. احضر إلهي. أنا قريبا، أليس كذلك؟ شكرا يا دونيفان، لقد أنقذت حياتي، شكرا. النجدة! الصوت آتي من الكهف، أسرعوا! اعتني به! حسنا! ابتعدي! هيا خرج هيا! ويلستون! النجدة! ويلستون، اتركوا الطفلين! سأبادلهما بمقابل أسلحتكم. حسناً، اتفقنا. سنتفق بعد قليل. هوب، ادخل المركب أسرع. تفضل يا سيدي. لا تتردد أيها الأحمق، أسرع. هيا ابنعه، هيا. سوف أقتلك. هيا أسرع، لن تفلت مني. لقد هرب. أيها الوحش، المدفع. شكرا جزيلا لك يا هوبس، لقد أنقذت حياتنا. أردت أن أفعل شيئا مقابل الطعام الذي أعطيتموني. هوبس، هوبس. لقد أصبحت بصحة جيدة اليوم. نعم هائل، سننتهي بعد يومين أو ثلاثة على الأكثر. جئنا لنشكركم يا براين، لقد تحملتم الكثير. دونيفان اسمعني، أنا سبب كل هذه المتاعب، أنا الذي فككت السلسلة لمجرد العبث واللهو. جاك، الخطأ مني، أنا أسوأ واحد فيكم، أرجوكم سامحوني، سامحوني. لا تبكي يا جاك، لا تبكي يا عزيزي، لقد صفحنا عنك وهذا رأي الجميع. امسح دموعك يا عزيزي. حقا؟ أه؟ جاك، لقد سامحناك. سنذهب إلى بيوتنا. لقد انتهى كل شيء. لقد سامحناك. حقا، أشكركم. وهكذا براين وإيفانز والأربعة عشر صبيا غادروا الجزيرة. واكتشفت سفينة بخارية موقع الأولاد، وبعد أسبوع من إنقاذهم وصلوا إلى وطنهم أوكلاند.